إذا عدنا إليكم من جديد مشاهدينا، وقلنا في أول حلقة أنه اليوم باش نتحدثوا عن الانتحار وتكثر نسب الانتحار بشكل مقلق في عالمنا العربي وتختلف الأسباب. سنتابع هذا التقرير ونعود إلى الحديث أكثر في التفاصيل. نتابع مشاهدينا. فقد هذا المنزل داني أبو حيدر. رحل الرجل الأربعيني وترك خلفه زوجة وثلاثة أطفال. رحل فقط لأن تأمين لقمة العيش باتت مهمة مستحيلة في لبنان. ما في لا شغل بالبلد ولا شيء ولا شيء بالبلد، يعني إنه شو بده يكون غير هيك يعني. وداني زلمة ولا كل الزلم، صدق زلمة ولا كل الزلم، ونحن كلنا بنفتخر إنه قاعد عنا بالحي، صدقني، لأنه زلمة بكل معنى الكلمة، وما بعمره قال لحدا لا. إذا ما معه، إذا عم بحطها باللقمة بتمه، وطلبت منه أنت بيعطيك إياها، يعني شو بدك تحكي؟ وما في عدا، هن معهم مصاري قاعدين ببيوت وناخرهم، بس شو الباقي شو بدك تقله؟ هنا سن الفيل، هنا أحياء وضواحي وشوارع نهشها الفقر والعوز. هذا منزل داني لا يزال العلم يرفرف فيه على الرغم من المأساة. كم داني في هذه البيوت؟ يسألون في الشارع اللبناني. ضاق اللبنانيون ذرعا بأوضاعهم، ودب اليأس في نفوس الكثيرين منهم، حتى بات مشهد الانتحار كقطار موت يتنقل بين المناطق اللبنانية. ثلاث حالات انتحار في أقل من أسبوع، رقم طرح العديد من علامات الاستفهام. اليوم بالذات اجينا فوق 25 اتصال بثلاث ساعات. في لك انه 4 منهم كانوا اشخاص عم بفكروا بالانتحار، وواحد منهم كان في شخص بنص محاوله انتحار، لكن هوليك الباقي هن عم بيسالوا عن الخط السافن. هل قد في عالم ما بتعرف هو الخط السافن، ما بتعرف شو هو الانتحار. داني ابو حيدر، قبله ناجي الفليطي، بعده انطونيو طنوس بانتظار التحقيقات، وقبلهم جورج زرق. تأتي هذه الأحداث بينما لا يزال الشارع اللبناني محتقنا، والبحث جار عن حكومة تتوافق عليها الطبقة السياسية لإيجاد حلول اقتصادية ومالية مستعجلة. محمد شبارو، التلفزيون العربي، بيروت. للحديث أكثر عن الموضوع نستضيف معنا رئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية دكتور سماح جبر. أهلا وسهلا بك. تابعت معنا التقرير وتابعت حالة انتحار حصلت في لبنان أمس، يعني الشاب داني أبو حيدر قبله بأقل من أسبوع، وبسبب الأوضاع المعيشية أيضا ناجي الفليتي، وقبله بأشهر أيضا جورج زرق. ما الذي يدفع الشباب اليوم لإنهاء حياتهم؟ صباح الخير لك والمشاهدين الكرام. وفعلا تابعت التقرير، وهذا شيء مؤسف اللي عم بيصير. نتمنى لأرواحهم السلام والرحمة، ونتمنى لذويهم الصبر والسلوان. الحقيقة موضوع الانتحار موضوع مقلق ومحزن جدا، ولكنه من أكثر أنواع الموت اللي ممكن الوقاية منها عندما يكون هناك في المجتمع ما يكفي من الوعي، ولدى الأهل ما يكفي من الثقافة النفسية لتمييز الأعراض اللازمة اللازم تمييزها للمنع والحد والوقاية من الانتحار. والحقيقة حضرتك أشرتي لأنه لصعوبة الأوضاع المعيشية، واللي بنعرفه طبياً إنه أمر الانتحار هو أكثر تعقيداً من ذلك. هناك العديد من الأسباب الفردية والمجتمعية التي تتفاعل مع بعضها البعض لحتى ما تؤدي ببعض الناس إلى الإقدام على هذا الانتحار. نعم. أسرد بعض الأسباب الفردية وبعض الأسباب المجتمعية لحتى ما نوضح الصورة. فمثلاً من المعروف إنه الأسباب الفردية هي إنه يكون الإنسان ذكر ويكون في جيل الشباب. الجيل المعرض للخطورة أكثر هو من عمر 15 لـ 29 تقريبا. وأيضا لما يكون هذا الإنسان يعاني من الاكتئاب، عنده مشاكل إدمان، أو أنه يعاني من أي مرض نفسي اللي فيه فقدان للرشد أحيانا. في الغالبية الساحقة من الناس اللي أتموا الانتحار بيبقى في مشاكل صحة نفسية بيعاني منها هؤلاء الأفراد. هلأ هاي العوامل الفردية
بتتفاعل مع الوضع المجتمعي والبيئي والثقافي والعائلي، بحيث إنه إذا المجتمع يكثر فيه الفقدان، يكثر فيه الألم النفسي، يكثر فيه الإحباط، الانتقاد، في انسداد للأفق، في مشاكل أسرية، مشاكل مجتمعية، بطالة، حرمان، يكثر فيه الموت، بحيث إنه يصير الإنسان بألفة مع حدث الموت ومع حدث الفقدان. هذا التفاعل ما بين الأسباب الشخصية والأسباب البيئية يؤدي في بعض الناس للإقدام على الانتحار، وغالبا الإنسان قبل ما يقدم على الانتحار بيعبر عن اليأس، بيعبر إنه الحياة أصبح لا هدف منها، لا معنى لها، وممكن إنه يبعث برسالة صريحة اللي يقول فيها إنه تعب من الحياة، أصبح عبئا على الآخرين. وهنا مهم جدا إنه يبقى في وعي كافي في المجتمع دكتورة سماح بينهم اللي يميزوا هاي الأعراض. أيضا في نفس الفترة يعني هناك طالب هندسة في مصر كان ينتظره مستقبل كبير، هو نادر جمال، انتحر. نحن نعيش في حقبة في العالم العربي بدأها البوعزيزي بحرق نفسه في تونس. اليوم الانتحار، ولو أنه علم النفس والطب يشير إلى أسباب فردية، ولكن ألا يمكن ملاحظة حالة يعني ملفتة بالعالم العربي لحالات تزايد عدد الانتحار؟ هل يمكن ربطها مباشرة بالأسباب المعيشية رغم كل البيانات والتحقيقات التي يعني تؤدي آخر شيء بالسبب إلى أسباب مختلفة، ولكن آخر شيء في ظروف يمكن مشتركة بين كل هؤلاء الأشخاص اللي عم يقدموا على الانتحار؟ نعم يعني ما شفنا شخص يعني معلي مترف، ولو بدنا نقولها بطريقة مباشرة، ما شفنا شخص مثلا مرتاح ماديا أقدم على الانتحار، ويمكن أن يكون بحسب الطب هذا الشخص عنده ميول ممكن تؤدي فيه إلى الانتحار إذا ما انتكس ماديا. نعم، أنتم الإعلاميون ما بتشوفوا أشخاص مترفين بيقدموا على الانتحار لأنهم ما بياخدوش الاهتمام الإعلامي الكافي، ولكن نحن الأطباء النفسيين بنشوف ناس ممكن يكونوا مترفين وممكن أنهم يقدموا على الانتحار. خليني كمان يعني عشان أعطي إجابة موضوعية لهذا الموضوع، أنا لست فقط خبيرة على المستوى المحلي في هذا الموضوع وأعد الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للحد والوقاية من الانتحار، ولكن أنا أتفاعل مع الخبراء نظرائي في العالم العربي اللي بيشتغلوا على توثيق حالات الانتحار وعمل الاستراتيجيات الوطنية المحلية. هلأ بدون شك إنه في العالم العربي الإسلامي كان في هناك حالة من الغفلة عن موضوع التوثيق والتوثيق الجيد والدقيق لموضوع الانتحار، والآن هناك الكثير من التوثيق. فطبعا لما يبدأ التوثيق الأرقام بتزيد في العالم العربي، زائد إنه لا أنا يعني لا أقلل من المشهد السياسي الموجود في العالم العربي، وين في ثورات، وين في سطوة سلطوية كبيرة اللي ممكن إنها تطلق النار بسهولة على الشباب، ممكن إنها تحبس الشباب، فهذا يعني ينشر التفكير العدمي ما بين أوساط الشباب. فإحنا الحقيقة ما عندنا أرقام مرجعية أولى اللي نقارن بسنوات ماضية ونقول إنه والله في ازدياد وهالقد نسبة الازدياد. إحنا بنقدر نقارن سنة بسنة. الجهود التي تعمل في العالم العربي في التوثيق هي يعني جديدة نوعا ما، وفي مؤشرات على الزيادة، ولكن بناخذ هذا الموضوع بانتباه لأنه ما عندناش أرقام مرجعية سابقة نستطيع الثقة بها بشكل كبير. زائد إنه من المعلوم إنه عندما ينسد الأفق أمام الشباب وتكثر حالات الفقدان والألم النفسي وغياب الأمل وغياب الوعود بحياة مرضية، طبعا هذا الإشي يفعل العوامل الفردية لدى البعض وينتج عنه التساهل بالإقدام على إنهاء الحياة. نعم. علشان هيك الاستراتيجيات الوطنية هي ليست مقتصرة على الطب، وليست مقتصرة على وزارات الصحة، إنما هي جهود وطنية تشترك فيها وزارة العمل، يشترك فيها الأمن، يشترك فيها القضاء، خطاب ديني متوازن حول هذا الموضوع اللي ما بيجرم وما بيأنب، إنما بيحتوي بيواسي الأهل، بيبعث على الأمل،
فهناك يعني جهود وطنية حثيثة يجب أن تبذل، وإحنا عم بنقوم بهذا الدور وبهذا الجهد في فلسطين. نعم. ولكن كمان يعني هناك الكثير اللي نشارك به العالم العربي ونتعلم أيضا من العالم العربي. إذا ما فرضنا أن حالات الانتحار المرتبطة بالفقر والظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة هي مادة جاذبة للأعلام، عياديا ماذا ترون من أسباب تؤدي إلى الانتحار مختلفة عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية؟ باختصار لو سمحتي لأنهي بسؤال عن تأثير الانتحار على المجتمع. الأسباب العيادية هي زي ما حكينا وجود مرض نفسي، وجود مشاكل أسرية، وانسداد الأفق المجتمعي تجتمع وتتفاعل مع بعضها وتؤدي إلى هذه النتيجة المؤسفة. وطبعا يعني لابد من العمل على كافة هذه الدوائر لتحسين جودة الحياة والانتباه إلى مشكلات الصحة النفسية من البداية وتقديم حلول على المستوى الفردي ولكن أيضا على المستوى المجتمعي وتمكين الشباب ومنحهم مستقبل أفضل. طيب دكتورة، كثرت أنه نسمع عن حالات انتحار خاصة بالإطار اللي عم تتقدم فيه بطريقة تراجيدية، كيف يكون انعكاسه على الدوائر الاجتماعية للشخص الذي انتحر، يعني على عائلته، على حيه، الشارع اللي سكن فيه، وعلى البلاد يعني بشكل عام، على المجتمع؟ بدون شك يجب أن يكون الحديث عن هذا الموضوع متوازن، يبث المعرفة والعلم والتثقيف اللازم حول الموضوع، ويجب عدم إضفاء الرومانسية، ويجب عدم تقديم الموضوع وكأنه الخيار الانتحاري هو خيار فلسفي لا يفقه به إلا الناس اللي عندهم فهم أكثر بأمور الحياة. هذه رسالة مهم جدا إنه الإعلام ما يعملها، وكذلك زي ما حكينا الخطاب الديني يجب أن لا يضفي التذنيب والنبذ وأنه يعيب على الإنسان اللي كان هذا خياره. لا نعلم بالظروف التي أدت ببعض الأفراد، بعض الشباب لهذا الاختيار. نعم. ويعني الله أعلم بحاله، ونحن لسنا في موقع للحكم على تصرفات الآخرين، حكمه عند ربه، ولكن يجب عدم إضفاء الرومانسية والشاعرية على هذا التصرف، وكذلك عدم عمل التأنيب لأنه هذا يضر إضرارا كبيرا بحالة الأهل والأصدقاء والمجتمع المحيط بهذا الإنسان. خطاب متوازن ديني وطبي وإعلامي هو الكفيل باحتواء المجتمع والقفز عن هذه الحالة وبث الأمل وبث الصحة في المجتمع. كل الشكر لك على مداخلتك معنا رئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية دكتور سماح شبر. أهلا وسهلا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.